هذه كانت أبرز أحداث الراي اللي صارت هالأسبوع. هلا صار وقت نتحدث عن سماك داون. بعرف حضرت الحلقة ولا كنت مشغول احتفالات؟ شغلوني الفيديو، شغلوني جندر مهال. أنا من كم أسبوع أخبركم إن جندر مهال ممكن يغير الموازين ووازن لكم وسوالكم. لو أعرف أرقص دبكة كان رقصت لكم، ولكن جندر مهال هذا اندلوا سووا له احتفالية بسماك داون على وزنه، سووا له احتفالية على وزن الحزام اللي شالنا اللي هي حزام دبليو دبليو إي.